تتعلق بمتانة العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. من أواصر الأخوة التي هي قائمة بين بلدينا قدم التاريخ سيجعل منها قوة أكثر ويجعل منها تلاحم لا ينفصل. علاقة البلدين منذ قديم الزمان وهي علاقة تتطور بشكل يدرك جميع شعبي البلدين. أرجو من الله أن يوفقنا لما في خير لكلا الوطنين من رقي واستمرار لهذه العلاقات الطيبة.